أبراج مصر. شركة مصرية اتبنت بإيدين مجموعة مهندسين فكروا إزاي يطوروا نفسهم ومجتمعهم ومصر كلها. أبراج مصر لما جت تفكر في مشروع فكرت في إيه جديد ممكن يفيد البلد، ومن هنا جت فكرة البناء بذكاء. أبراج مصر أصرت على مبدأ البناء الأخضر صديق البيئة عشان يسهل حياة سكانه ويحسن من ظروف البيئة. وبنفس الدافع أبراج مصر بتبني مشروعات كتيرة منها فلورنتا. يعني إيه البناء الأخضر؟ وإزاي بيساعد في حل مشاكل بتقابل المواطن المصري في حياته اليومية؟ مشاكل زي انقطاع الكهرباء، لقينا حل لوجود مصدر بسيط ينور أي غرفة في البيت، وكمان فاتورتك بتقل بنسبة 40%. الطاقة الشمسية بنولد بيها طاقة كهربائية وبنسخن بيها شبكة مياه ساخنة، وطول ما في شمس بتقدر تسحب طاقة عن طريق خلايا شمسية، وبعد كده من المخزون تقدر توفر جزء للبيت. وعشان أبراج مصر بتساعد كل المواطنين على ترشيد الكهرباء، حطينا عوازل في الواجهات الخارجية عشان تحافظ على درجة الحرارة داخل البيت. مشكلة تانية زي مشكلة المياه، وعشان توفر المياه استخدمت مياه معالجة لري الجناين والأشجار. 45% من المياه المستخدمة في الري وصناديق الطرد معاد استخدامها. مشكلة القمامة، فلورنتا بتشجع تدوير المخلفات عشان نحسن من تعاملنا مع البيئة. مشكلة الزحمة، موقع المشروع المميز ربع ساعة من كل حتة عشان توفر في البنزين وتزيد من راحتك، وبكده مش بس هتعيش في راحة بال، انت كمان هتساعد في تحسين الحال. الاقتصاد الأخضر بيساعد على التوفير لحياتنا الشخصية وكمان للبيئة اللي بنعيش فيها. أبراج مصر وقعت على بروتوكول تعاون مع المجلس المصري للبناء الأخضر. شارك معانا في هدفنا وادعم اتجاهنا. أبراج مصر، البناء بذكاء.